حلوني أباء، بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نبدأ بأول موضوع، ازرع شكر تحصد بركة. موضوع ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا، صدقوني ينطبق على كل مجالات الحياة. يعني فاكرين إن تذاكر تنجح؟ طبعا مش شرط، بس يعني عاوز أقول هي نفس المبدأ، فكرة اللي بيتعب بيلاقي نتيجة. واحد مجتهد غالبا لو ظروف طبيعية بيتفوق أو بينجح. واحد واخد باله من صحته غالبا مش بيتعرض بنفس الدرجة للأمراض زي واحد مهمل في صحته. إذا مبدأ الذي يزرعه الإنسان إياه يحصد هو مبدأ منطقي، ده قانون الحياة، يعني قانون منطقي حتى غير المؤمنين بيقتنعوا به، لأن كل الناس عايشة كده بتتعب عشان تلاقي نتيجة وتحصد ما زرعته، تحصد من اللي زرعته. في الحياة الروحية الموضوع ده مهم جدا. ليه؟ لأن كل حاجة هتزرعها، تصوروا معنا أن احنا نتكلم في المؤتمر ده زي أنواع البذور مثلا مش هتزرع بذرة مانجا هيطلع لك شجر التين، ما هو لازم تطلع مانجا. فأنت النوع اللي بتزرعه ده بيطلع ثمرة معينة ريليتد أو متصلة بالبذرة أو بالحاجة اللي زرعتها. فأول حاجة عاوز أتكلم فيها زرع الشكر. أنا عارف أني بتكلم في الموضوع ده كتير عشان أنا وإنتوا نتدرب نزود الشكر شوي. تلاحظوا أن احنا كجيل عاوزين، محدش موقف، محدش مفرمل، محدش مكتفي، حتى في الخدمة، حتى في الفلوس، حتى في الفسحة. تلاقي في نوع من الطمع شوية. الطمع يتعارض تماما مع فكرة الشكر. اللي عايز دايما عاوز ما بيلحقش يقول أشكرك، ما بياخدش باله أنه عنده كتير، لأنه دايما باصص على حاجة مش عنده. فدي مأساة الحقيقة. بينما كلنا عارفين القاعدة اللي قالها القديس ماري إسحاق، ليست عطية بلا زيادة إلا التي بلا شكر، ليست عطية بلا زيادة إلا التي بلا شكر. وممكن ناخدها بالمقلوب، يعني إيه؟ لما تلاقي حاجة مش ماشية يبقى أنت ما شكرتش كفاية، في حاجة مش راضية تتحرك يبقى غالبا أنت ما شكرتش كفاية، حطتش بنزين الشكر فالعربية مش راضية تمشي. لكن لو بتشكر كتير هتلاقي العطية في زيادة، كل أنواع العطايا اللي في حياتنا. نبدأ بفكرة البركة الأول، أن الشكر بيجيب بركة. طب هو يعني إيه كلمة بركة دي؟ كلمة بركة دي أحبائي كلمة مطاطة، كلمة واسعة، وكلمة مالية الإنجيل، عهد قديم وعهد جديد. يعني ربنا يقول لأبونا إبراهيم سأباركك بركة، تكون مباركا، يتبارك في كل أمم الأرض. وبعدين يقول لك يعقوب سرق البركة، هي دي بتتسرق كمان لأنه كان حريص عليها. دعوة إسحاق ليعقوب دي بركة، دعوة دي حاجة كبيرة قوي. إذا مفهوم البركة كبير. في العهد القديم عموما البركة تمثل في على الأقل أربع عطايا أو أربع بركات، أربع أفكار كان ينشغل بيها اليهودي القديم لما يمشي حسب الشريعة عشان تبقى في حياته بركة. يحضر الأعياد، ينفذ السبت، يلتزم بالسبت. أول بركة زيادة العمر، ده بالنسبة لهم بركة، كانوا يوزنوا البركة بالعمر. فلما يلاقوا، عشان كده تلاحظوا العهد القديم يذكر دايما الايه الأرقام الكبيرة، يقول لك عاش 900، عاش مش عارف ايه، ويعيني لما تسخط العمر بقى 170. واخدين بالكم هو ايه الريكورد ده، ايه اهميته؟ يعني النزل فيهم بركة. فالبركة كانت تتقاس في العهد القديم لان كان كتير يموتوا بالامراض، فاللي يعيش ويعيش ده كله ده يبقى ربنا مبارك له. تاني بركة عندهم هي بركة زيادة الاولاد، عشان كده العقر بالنسبة لهم كان على طول يترجم في دماغهم ايه، مفيش بركة، في غضب، في لعنة، يتفهم كده. فتلاقوا كل ست
مش زي بقى المسيحيات الحلوين مسلمين وكل الخدمة كلها عيال والموضوع المهم نروح السماء. لا، هي بالنسبة لهم مرتبطة جدا ان مفيش بركة، ان ربنا غضبان، ان في لعنة، لان البركة كانت تمثل في العدد، في العدد العيال. طبعا احنا لسه عندنا ناس حلوين في الصعيد عايشين بفكر العهد القديم، يعني ايه ما كانتش تجيب 12 يبقى ايه مش مبروكة. تالت بركة في العهد القديم خير الأرض، ودي واضحة قوي. كان ربنا يتعامل معهم بالمعيار ده، فيقول لهم لو انت ما حافظتش على وصيتي هتلاقي الأرض تتعب فيها ما تطلع لكش، ولو انت التزمت بالشريعة وحافظت على 1 2 3 هتلاقي خير الأرض، وتلاقي بقال تعب بتجيب لك خير كتير قوي. كل دي معاني البركة. خلي بالكم المعاني دي ما راحتش، بس ما بقتش أهم حاجة في المسيحية. ما زال طبعا ممكن يكون البركة في العمر والصحة والعيال ممكن، لكن في حاجة أهم، في حاجة لسه هنتكلم فيها في العهد الجديد. كمان في العهد القديم البركة معناها تقل أعدائك وتقل مشاكلك، لأنه كانوا دايما في العهد القديم مهددين بأنه يجي يعمل بير يحطوا أيديهم عليه، يلا بقى قاتل يا مقتول، طب ما حاجة ما فيهاش بركة. أو يجي يزرع وبعدين على موسم الحصاد يجوا مديانيين ولا مؤابيين ولا فلسطينيين يقشوا الحصاد ويقول لك أعلى مفخيرك اركب، هتعمل إيه؟ فيحسوا إن في لعنة. ليه؟ طب إحنا تعبنا والأرض طلعت بس في أعداء أو في مشاكل. أو كان يلاقوا إيه؟ الحشرات الحقل، ما كانوا ناس زراعيين أغلبهم، فتلاقي الدنيا ماشية ماشية وفجأة ضربة جراد أو ضربة حاجات من الحشرات، فتلاقي الأرض كلها خابت. فمجرد ان مفيش مشكله دي بالنسبه لهم برك. انا بقول المعاني دي ما راحتش، لسه احنا عندنا كده. لما تقضي وقت في عمرك تحس الحمد لله مفيش مشاكل، دي بركه. ايوه صح، لما تقول العيال بخير ما هي دي بركه برضو. فعلا الحمد لله الصحه ما ماشيه بركه. لكن في العهد الجديد معنى البركه عالي عن كده. البركه في العهد الجديد تخص الداخل اكتر من الخارج. العهد القديم نظرتهم قاصرة بحكم ان هم مبتدئين روحيا، فمش شايفين غير اجساد تعيش وتموت وارض وبهايم، وهي دي نظرتهم. انما المسيح دايما كلمنا عن عالم اخر اسمه ملكوت داخلي، اسمه الروح، اسمه السماء، الحياة الابدية، عالم غير مرئي. فالبركة في العهد الجديد مرتبطة دايما بما وراء الامور. ليه؟ لان ممكن يبقى عندي عيال وسن كبير وما فيش مشاكل، بس أنا كئيب مش عارف أفرح. فالبركة دايما مرتبطة في العهد الجديد بفكرة الفرح أو السلام، إن الواحد جواه راحة نفسية، دي أحد معاني البركة. يعني بولس كان في حياته بركة مع إنه في السجن وخسران كل فلوسه، بس في بركة اسمها إيه؟ إنه عنده سلام غريب جوا قلبه. بركة في العهد الجديد تعني أكتر كمان من كده، تعني الامتلاء بروح الله. الروح القدس أغلى عطية خدها الإنسان من ربنا، روح ربنا. فلما يقول لك هديك بركة، أو لما يجي واحد يقول له باركني يا أبونا، يعني إيه باركني؟ ما تدعيليش بالعمر الطويل، ماشي طويل ولا قصير مهم نروح السماء. ما تدعيليش بخير الأرض، أو خير مش خير، أو دين عايشين لربنا مش فارق الأكل والشرب. لا، ادعي لي ربنا يملاني، ادعي لي ادخل السماء. فهنا الامتلاء بالروح القدس ده البركة. الكنيسة فيها بركة، يعني كنيسة مليانة بروح ربنا. انسان مبروك، يعني انسان روحاني مليان بروح ربنا. انسان فيه بركة، يعني الروح القدس شغال فيه. معنى البركة معناه كمان هنا بالنسبة لنا بركة في اتساع الملكوت. انتوا كلكم خدام، يعني اللي يهمنا بالأكثر مش البزنس بتاعك يكبر ولا تشوف أحفاد أحفادك. اللي يهمك بالأكثر إيه؟ إن خدمتك تتسع. تتسع يعني إيه؟ تحصد للملكوت، تفرح ربنا بنفوس كانت بعيدة، تجيب ناس كتيرة وتحببهم في ربنا. فلما الخدمة تتسع الملكوت يتسع، زي خميرة تخمر عجين كله، بذرة تبقى شجرة ضخمة تتقاوى فيها طيور السماء، يبقى الموضوع فيه بركة. واضح الفكر؟
يبقى البركة فيها اتجاهين، اتجاه قديم شوية أرضي، وده مش غلط. عشان كده مثلا اكرم أباك وأمك لكي ايه البركة، ها كي تطول أمامك. لكن طوبة للمساكين بالروح، ها مش عشان تطول أموالك، لا عشان تاخد السم. فهمتوا الفرق في الكلام؟ اكرم أباك وأمك نديك عمر طويل، لكن يا بختك لو مسكين بالروح تدخل السماء. يبقى المستوى البركة أو اللغة في العهد الجديد اختلفت شوي. طيب تعالوا نبص للوش التاني من الموضوع. احنا موضوعنا ازرع شكر، وهنشوف نتعود عليه ازاي ونزود الشكر ازاي. الوش التاني من الشكر ايه؟ التذمر والشكوى. اعتبرها الكتاب المقدس انكار لوجود الله، رفض الربان، الحاد، كفر، عبادة أوثان. تصوروا الخطية دي اللي هي كلنا بنقع فيها في عرف السماء. المتذمر، المقريف، المأفئف، اللي مش عاجبه حاله، ده عند ربنا كأنه كفران بربنا. ليه؟ ما هو يا ابني أقول لك أنت ابني وحط روحي فيك واكتب اسمك في السماء وبعدين تشكي؟ طب أعمل إيه؟ فعلا إحنا بنزنق ربنا، إحنا بنزنقه كده، يصعب عليه جدا. لأنه إزاي يعني أنت مش مقدر ده كله وبتشكي؟ بدل بتشكي يبقى أنت لغيني، يبقى أنت مش مقدر ولا حاجة، يبقى كأني أنا مش موجود. يا إما كأن عينك في الفلوس مش فيا بقى، يبقى عندك وثن، عندك إله آخر يرضيك. فالطمع عبادة أوثان، والطمع قلنا من الأول هو عدو الشكر اللدود. عاوز عاوز عاوز. الطمع عبادة أوثان، والطمع متذمر. الطمع دايما شاكي مش راضي. وكلكم شفتوا في خدمتكم ناس بسطة جدا ظروفهم صعبة جدا شاكرين جدا، وشفنا بهوات جدا جدا متذمرين جدا. طيب الموضوع يبقى ملوش علاقة حتى بالفقر ولا بالصحة. ليه التذمر يعتبر عبادة أوثان؟ لأنه ببساطة عدم إيمان. الشكر مرتبط بالإيمان، والتذمر مرتبط بعدم الإيمان. لما تلاقي نفسك مش عارف تقول أشكرك يا رب من قلبك، قل له رب أنا مكسوف إن إيماني ضعيف. لو إيماني قوي كنت هبقى طاير من السعادة طول الوقت. هبقى بشكرك إن أنا لسه عايش، هبقى بشكرك إنك حاسبني خادم، هبقى بشكرك على إن أنا لسه بعرف أقول أبانا الذي، هبقى بشكرك على كل صغيرة وكبيرة. بس أنا لأن إيماني ضعيف وطماع وطلباتي كتير، أنا مش عارف أشكر. أنا دماغي أغلبها شكوى، أغلبها طمع. أنا في حالة عاوز مش في حالة أشكرك. تاني، أنا في حالة عاوز، وكلنا كده خلي بالكم الكلام مش بعيد عنكم. أنا في حالة انتظار، احتياج، عاوز، مش في حالة كتر ألف خيرك. دي حالة أصلها، دي مش لحظة. إحنا ممكن نشكر لحظة، بس ربنا مش عاوزها لحظة، عاوزها حالة. هو ده المسيح الحقيقي، في حالة مستمرة أيا كانت الظروف من الشكر. تذمر عدم إيمان. تذمر كمان معناه أحبائي إن في ذات كبيرة، إن أنا مركز مع نفسي زيادة. يا ابني ده أنت واخد من ربنا روحه، ما تشوف الناس اللي مش واخد حاجة دي، ده العالم بره بيهلك، ده الناس لا تعرف يمينها من شمالها، ده الناس بتقول ما فيش ربنا، ده الناس يعني بقت عايشة زي الحيوانات. انت لسه مركز مع نفسك بعد ده كله؟ مش شايف غير روحك؟ فصعبان عليك نفسك وحاسس انك اقل، والمفروض يبقى عندك اكتر، وعاوز وعاوز، يبقى انت مش شايف حاجة. كمان التذمر بيجي، انا بتكلم عن الوش التاني من الشكر. ليه مش بنشكر كفاية؟ ليه مش بنزرع شكر كفاية؟ وبالتالي ما فيش بركة كفاية. خلي بالكم كمان التذمر والشكوى بتبقى وليدة المقارنة الغبية، سوري يعني، لأنها مقارنة فعلا دايما غبية. مالك أنت بأي شخص تاني عشان تبص عليه؟ مالك يا قايين بهابيل؟ ده أخوك، ما تفرح له، وبعدين أنت ممكن بكرة تسبقه، إيه المشكلة؟ وأساسا أنت ربنا كله ليك، وربنا كله ليك، فأنت الآن ليه؟ ليه حاطط عينك بره راسك في وضع مقارنة؟ انت معذب روحك ليه؟
دي طبعا اللي بتخلي الواحد ما عرفش يشكر ابدا. مره واحد طالب طالع من الكليه بيقول لي حصل معايا موقف، لقيته متضايق شويه، قال لي اول ما شفت النتيجه فرحت جدا، ما كنتش متوقع ان انا هجيب يعني سكور كده فوق الـ80 يعني. قال لي بعد 5 دقايق بسال واحد صاحبي وانت جبت ايه، لقيته جاب فوق الـ90، اتعكرت عكره. خلي بالكوا بصوا اللي حصل، كان فرحان قوي اول 5 دقايق لما شاف نتيجته وما كانش متوقع، يعني كانت اكتر من استحقاقه. لكن اول ما بص لحد تاني راحت الفرحه وراحت الشكر وراحت البركه، ودخلنا في نكد. ليه؟ طب انت مالك بيه سيدي، ما يمكن هو تعب اكتر، ما انت كنت فرحان. هنا على طول المقارنه سرقت الفرحه، خلي بالك سرقت الشكر، ضيعت البركه لمجرد انه حط نفسه في مقارنه غبيه. مره واحد كان معانا واحد في دفعتنا راح السماء في اخر سنه، وبعدين واحد تاني كان محروق عياط عليه، قال لي لاني انا كنت بغير منه وبتحداه عاوز اسبقه، فلما اتقلبت بيه العربيه ومات بقيت مش طايق نفسي. هو ده اللي انا كنت عاوز اسبقه؟ طب وكان بيسبقني علميا، ايه العبط اللي كنت انا فيه ده؟ ايه شغل المجانين اللي كنت فيه؟ طب ما خلصت حياته ومش بسابق هوا بقى ولا ايه؟ فكان متغاظ من نفسه جدا لانه ما عرفش يحبه كفايه، بس كان بالنسبه له غريم، بالنسبه له ند، بالنسبه له سبق. طب وانت عمال تقارن نفسك بناس كده كده هيمشوا على فكرة، وانت هتمشي. فالمقارنة غبية لو فكرتوا فيها. الأب مش مقصر معانا كأولاد عشان نقارن بعضنا ببعض. أبونا السماوي مغرق كل واحد فينا بأكثر من ما يستاهل. طب ايه اللي بيخلينا نبص لبعض بقى؟ دي اللي بتسرق الشكر، بتضيع البركة، بتضيع الفرحة، بتخلينا في وضع عاوز 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 ومش في حالة فرحان وشاكر. الشكر بقى الوش، ارجع تاني للشكر، انا بقول ازرع شكر تحصد بركة. الشكر يفرح ربنا. ساعات الواحد بيبقى بيفكر نفسه يا رب اعمل حاجة تفرحك. اكيد انتوا بتفكروا في كده، ربنا بيفرحنا ويدينا كتير. ينفع تفرح ربنا؟ صدقني اسهل حاجة وأسرع حاجة تفرح ربنا إنك تقول له أشكرك من قلبك. فاكرين الـ10 برص؟ شفاهم المسيح وبيشفينا طول النهار وبيوزع بركة ببلاش. رجع واحد غريب الجنس سامري، يعني ما عرفش ربنا، بس قدر وركع وأعطى مجدا. قال فين الـ9؟ ألم يوجد غير هذا الغريب الجنس حتى يعطي مجدا لله؟ وفرح، فرح بيه، بس أخطيت يعني، صعب عليه من الـ9، مش كلكم خدتوا نفس البركة. الشكر يفرح الله زي ذبيحة هابيل. هابيل لما قدم ذبيحة فرح ربنا، وكتب عنه القديس بولس كده، بالإيمان قدم هابيل ذبيحة بها أرض الله. ذبيحة نوح فرحت ربنا لدرجة ونوح هو بيقدم الذبيحة طلع قوس قزح، وطلع وعد إلهي مش هعمل كده في الدنيا تاني، يا رب ده انت طيب قوي. بس ذبيحة تعبانة من نوح تخليك توعد الوعد الكبير ده، وجات أجيال وحشة قوي بعد نوح وربنا تمسك بوعده. ليه؟ ربنا بيفرح بموقف الشكر. عمرك دخلت قداس تقول أنا مش هطلب ولا طلب، أنا جاي بس أشكر؟ غالبا هتلاقي 3/4 القداس راح طلبات برضه، لانك انت ايه يعني مستغل. لكن تقدر تقعد تشكر بس ما تطلبش ولا حاجه، لان عندك كتير قوي وخدت كتير قوي، ومن غير ما بتطلب بتاخد. ابونا ابراهيم مجرد ان هو عايز يقول اشكرك يا رب، فرحان بربنا وراضي على حاله، مرمي في الصحراء وحالته يعني ما تصرش، والعيل اتأخر بـ30 سنة وصر عجزت ومشاكل مع اللي في الأرض ومشاكل مع لوط، إنما هو راجل نفسيته هادية وفرحانة قوي بربنا ورايق آخر روقان. يوم ربنا يقول له باركك بركة،
وأكثرنك تكثيرا. ليه؟ أصله شاكر، بدل شاكر أنت بتفرح ربنا. احنا ليه مش بنشكر؟ طيب ليه مش بنشكر كفاية؟ عشان برضو الأحسن تقولوا لا بنشكر، لا مش بنشكر كفاية، مش بنشكر كفاية، مش بنقدر كفاية. أول سبب خلاص قلنا الطمع في المزيد، إن احنا طمعانين في المزيد. صدقوني أنا حتى في الخدمة بحس إن ده بيحصل، اللي بيخدموا منكم كلكم تقريبا، الخدمة بالنسبة لنا إنجازات، نخلص ندخل في اللي بعده. يا أخي ما تشكر على اللي خلص، وكان ممكن ما يخلص، كان ممكن ما يطلعش للنور، كان ممكن الرحلة دي ما تكملش، كان ممكن المأمورية دي ما تتمش. طب ما تفرح بالخطوة دي قبل ما تبص على اللي بعدها. مش بنشكر كما يجب لأنه احنا مركزين قوي على اللي احنا عاوزينه مش اللي ربنا عاوزه. ربنا عاوزنا فرحانين وشاكرين، وهو على الباقي كله. بس أنا مركز قوي على أنا عاوز إيه، أنا مخطط إيه، أنا مش بقتنع إلا بكل ده. يا ساتر ده أنت طمع بجد. إحنا مش بنشكر لأن مش شبعانين روحيا. الشخص المليان روحيا تلاقوه شاكر تلقائيا، الشخص اللي مليان بالروح تلاقوا الشكر يطلع منه من غير مجهود، تلاقيه فرحان وشاكر وراضي من غير أي اجتهاد. يعني الروح القدس دايما يدي تسبيح. مش بنشكر كفاية عشان مش مقدرين العطية. احنا احيانا بنبص للأمور ونفتكرها مهمة قوي، وننسى الأمور المهمة قوي. تحصيل حاصل اعتبرناها موجودة. كنت تدفع كام عشان ربنا يخليك ابنه؟ ده لما تبيع نفسك ومراتك وعيالك وتعيش العمر كله تشتغل لا يمكن تاخد البنوة. طب انت خدتها ببلاش وتحسبت ابن لله، وبتتعامل معاملة أولاد الله أهم من الملائكة عنده، ومركز معاك جدا لأنك ابنه. طب انت عملت فيها ايه دي؟ اشتريتها بكام؟ ولا حاجة، مش مقدر. إنما بقى تفرح قوي لما مش عارف الترقية تيجي. ربنا سمع صلاتي والترقية جات، كويس انك بتشكر، بس ترقية ايه يا ابني؟ انت مش واخد بالك انت ايه اساسا اصلك. فانت مش مقدر العطية الروحية، مركز في العطايا اللي الناس بتبص عليها، مش واخد بالك الملائكة شايفين ايه. انك انت غني جدا مش محتاج ولا حاجة تاني على الارض. مش بنشكر لان بنقع في غيرة مستمرة، مش بنشكر بسبب المشغولية البطالة، ان احنا ساعات بنبقى مشغولين بطريقة برضو مش حكيمة، فمش لاحقين نقعد معاه نقول له كتر خيرك، مش لاحقين نعمل كده. بركات الشكر، تعالوا انا بعيد وازيد في اللي قلته بطرق مختلفة لعل بذرة الشكر تدخل في القلب. اول بركة اتكلمنا عنها نعيدها تاني، المزيد من الخير. ليست عطية بلا زيادة الا التي بلا شكر. تشكر على عيالك، عيالك يبقوا في مزيد من الخير. تشكر على بيتك، بيتك يبقى مستور مبروك. تشكر على الصحة، على الشغل، على الخدمة، تلاقي كل حاجة بتزيد. وطبعا معنى انها تزيد المشاكل كمان تقل، لانه المشاكل بتعطل تتحل وممكن تقل. من بركات الشكر ان عندك سلام داخلي وخارجي. ده من اجمل علاجات الكآبة، كلمة أشكرك يا رب. من أكتر علاجات القلق أشكرك يا رب. والشكر اللي هو إيه؟ الذهني، يعني أنا برصد سترنا وأعنا وحفظنا وقبلنا وأشفق علينا وعضدنا، بركز برصد ما يخليني أقول أشكرك. ده يعالج حاجات كتيرة قوي جوه النفسية المهزوزة. من بركات الشكر إن كنا قلنا المليان بالروح بيشكر، نقول اللي بيشكر بيتملي بالروح، بيجيبوا بعض. الشكر وسيلة للامتلاء بالروح القدس. النار اللي جواك دي مطفية بالتذمر، فتيلة مدخنة. انت مدخن يعني ايه؟ ما فيكش حتى شعلة قد كده بسبب القلق والطمع والذات وعدم الشكر. عارف لما تشكر كتير كأن المسيح حط ايديه حوالين الفتيلة دي فرجعت تنور تاني زي الشمع. مجرد انك تشكر كتير تلاقي النور نور جوه، معاها طبعا سلام وفرح وحاجات حلوة.
من بركات الشكر انه اقصر طريق للصلاة الدائمة. لو اقول لك صلوا بلا انقطاع تقول لي دي اعملها زي ما انا خلصت الطلبات في ربع ساعة. ما تخلص الطلب في ربع ساعة بس الشكر ما بيخلص. فتعرف تصلي على طول على كلمة واحدة بس، شكر، اشكرك، مجد ليك، زوكسا باتري، اجيوس، اي حاجة. كمان الشخص الشاكر اللي نفسيته هادية اللي عنده رضا مستعد دائما لكل عمل صالح. فاكرين حتى إذ يكون لنا الكفاف، ها؟ كل حين كل شيء نزداد. احنا لأن ما عندناش حاجة حد الكفاف ده خالص، مش مكتفيين، احنا في حالة طمع، في حالة احتياج، مش في حالة شكر. فتلاقي ياما فرص خير بتروح مننا. حسبما لنا فرصة أن نعمل الخير فلنعمل الخير للجميع، لكن ياما فرص بخير بتضيع. ليه؟ لأن مش في وضع الشكر. الشاكر قوي واللي نفسيته هادية هتلاقوه يلقط الخير طول الوقت. الشكر يا أحبائي ببساطة يخلي الواحد مؤهل يدخل السماء، لأنه في السماء هي دي الحالة الوحيدة المستمرة. فيش طلبات في السماء، ما فيش توبة في السماء، بس في شكر في السماء. فأنت لو ما جربتش تدوق طعم الشكر المستمر، طب هتدخل السماء على أي أساس؟ انت هتزهق بعد ربع ساعة. لكن وانت شاكر هنا كتير يبقى طبيعي انك تدخل السماء تشكر دائما. اختم بتدريب للشكر. اول تدريب تعالوا في المؤتمر حتى الليلتين دول كل واحد يقول يا رب يسوع المسيح اشكرك 100 مرة كل يوم. ماشي، سهلة في اي وقت. قول يا رب يسوع المسيح اشكرك، يمكن تتعود عليها وترجع تعملها برضو في بيتك. تاني تدريب لما تيجي تقول صلاة الشكر بالذات من فضلك قولها كلمة كلمة. احنا عاوزين نزود الشكر، كل غرضي من القعدة دي نطلع بالشكر خطوة، ده كله ده بركة وخير لينا كلنا. فصلاة الشكر اللي هي بتتكروت في نص دقيقة دي خليها تاخد 3 دقايق هتفرق. كمان في سجود الشكر. لما نبتدي صيام الرسل يصح تعبر عن شكرك بسجدة لو قدرت. خلصت مأمورية خدمة، روح بيتك اسجد اشكرك يا رب اليوم عدى على خير، كان في مشكلة وتحلت، كان في حاجة هتحصل وحشة وما حصلتش، مش كل ده يستاهل الشكر؟ الشكر بالسجود بيفرق جدا، ده معناه تقدير لربنا كبير. كمان تسبيح الشكر، الترتيل اللي بتقول اشكرك يا رب او بحبك يا رب او ليك المجد، اي تسبيح هو تعبير شكر. فلما تقول مرحمك يا إلهي كثيرة ده تعبير شكر. كمان التأمل في إحصانات الله حالة شكر. لما تقعد كده رايق تراجع يا أنا وصلت لكده إزاي وعد علي إيه، وتحصي إحصانات الله، هتعرف تبقى شاكر من غير حتى أي كلام. القداس أجمل مجال تشكر في ربنا، إفخارستية معناها ذبيحة شكر. كمان الشكر ينعكس على عطائك، يعني في واحد مقدر ربنا بيعمله يقوم يقول هزود العشور، هطلع نص الأكل اللي في البيت للناس، هفرح الناس زي ما بيفرحني. إذن الشكر بيطلع منه عطاء الشكر. الشخص الشاكر سخي بطبعه. افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء، هذه مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع له كل مجد وكرامة.